ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الشهر الكريم النهاردة انا هنا عند محمد النمكي، هو بنات بيفرش يوم الحد عند قهوة شرف، ويوم الخميس في المطرية عند مجمع الأنصاري. هبتدي كده اقول لكم الحاجات اللي عنده بالاسعار. عنده حاجات حلوة قوي النهاردة يا بنات. هو بيفرش زي ما قلت لكم عند قهوة شرف يوم الحد في شبرا الخيمة. والشارع ده اسمه ايه عم محمد؟ ده شارع المصانع. ده شارع اسمه شارع المصانع. مصنع عبدو باشا اللي هو دوت، عشان تعرفوه في مصنع اسمه عبدو باشا اهو عند قهوة شرف. هتنزلي عند قهوة شرف علشان برضو تبقوا عارفين العنوان. دي كده عاملة 15 جنيه. دول ثلاثة كده قمع كده شكلها حلوة قوي، شبه الوردة كده، شكلها تحفة بصراحة، عاملة زي عباد الشمس. في منها طبعا ألوان كتير، ألوانها هناك اهي، في فوشيا وفي موف، في فوشيا في أبيض وفي موف وفي أبيض في أورانج. أي واحدة عاملة 15 جنيه بنات. وفي برضو الألوان دي اهي، ثلاثة بيبقوا مع بعض كده عاملين 15 جنيه. هسيب لكم عنوانه بالتفصيل ورقم تليفونه في صندوق الوصف عشان برضو لو حد عايز يتواصل معايا بنات. هوريكوا برضو الحاجات دي عليها عرض، الخمسة عاملين 100 جنيه، ولو خدتي بالواحدة الواحدة ب25 جنيه. دي كلها سيليكون، الايد بتاعتها سيليكون اهي. في منها طبعا الوان حلوة قوي هوريها لكم دلوقتي. في منها اللون الموف واللون البينك ده واللون ده، الكبشة كده رسمة القلب شوية شكلها حلوة قوي، دي نوعيتها حلوة. في منها دي برضو اللي هي بتاعت المكرونة، اي واحدة عاملة 25، ولو خدتي 5 مع بعض هتاخديهم ب100. حلوة قوي برضو، هتنفعك بقى في رمضان وكده. ده بقى شغل تصدير يا بنات، دي كده شغل ماركات، يعني بيقولك ما بتتأثرش لو حطيتيها في زيت مغلي او اي حاجة. الواحدة عاملة 37.5 اهي. دي كده هو قال لي شغل تصدير، هوريكم الوانها واشكالها. دي برضو الشكل ده كده منها، دي العادية. هعرف لكم دلوقتي دي كده يا بنات عاملة كام اللي في الكيسة دي، ده نوع تاني. بصوا حبايبي دي كده ب45 جنيه، دي صفاية معالق بس الماتيريال بتاعها نضيف قوي، عاملة 45 جنيه. هو قال لي ده شغل برضو تصدير ماركات. بصراحة هو محمد النمكي معروف يعني بالمصداقية، يعني الحاجة الحلوة بيقولك حلوة، والحاجة برضو اللي هي ايه بتبقى ضعيفة شوية برضو بيقولك ضعيفة. ده شغل كده مستورد اهو، عاملة 45 جنيه صفاية معالق. هنا برضو يا بنات دي عاملة 25 جنيه الواحدة، عاملة 25 جنيه مش عليها عرض. اما اللي انا وريتها لكم دي اللي عليها عرض. دي شكل تاني كده برضو قال لي ماركات، دي عاملة 25 جنيه. في طبعا منها الاشكال اللي انتوا شايفينها دي كده، في منها الوان كتير قوي. دي برضو عاملة 25 يا بنات. في منها برضو احمر واسمر، المتواجد احمر واسمر. هوريكم برضو كلمة كيتشن دي للديكور اهي، عاملة 35 جنيه، دي اللي هي المحملة. اما اللي هي البنك في الاقوى دي عاملة 25 جنيه بنات اهي، عاملة 25 جنيه. هات الكيس ده كده يا عم محمد، كيس اللي هي كلمة كيتشن دي، سويت كيتشن دي هي بنات. قلت لك اهي دي المحملة ب35 جنيه بنات، سويت كيتشن اهي. بس هو الموجود منها اللون ده والاحمر في الموف والاورنج في الموف. اما دي ب25 جنيه، يعني بتبقى ضعيفة شوية. انا واخدة من دي برضو حطها عندي في المطبخ حلوة قوي، اوريكم برضو حاجات تانية. بصوا يا حبايبي عنده اللي هي دي بتاعت الصابون، المطخخة بتاعت الصابون حلوة قوي مستوردة، عاملة 17.5 ومعاها سفنجة كده، 17.5 النهاردة عند محمد النمكي. وده عامل 20 يا بنات النهاردة بدل 25، حلو برضو يعني هو حجمه وسط. وعنده برضو الكبيرة هوريه لكم ب30 بدل 35. عنده كمان خلاية الزيتون دي كده عاملة 12.5 اهي. المقص ده بكام يا عم محمد؟ المقص ده حلو قوي يا بنات، ينفع للسمك او للفراخ او اي حاجة يعني. حلو قوي، عامل 15 جنيه وعلى فكرة شكله قوي كده ومحمل يعني 15 جنيه. اتفضل. ده ب20، ده او ده ب20، ده شغل السوق اللي هو العادة. ده شغل ماركات درجة تانية، ده بيعمل 30 جنيه نزلوه عند 25 لحد يفتح المحل. ده ب30 ومنزلينه 25 لغاية قبل ما يفتح المحل يا بنات. ده شغل ماركات برضه، شغل ماركات 35 جنيه، تحدي لقيت قطعة ولا شبرا ولا القاهرة ولا الجيزة. 35 جنيه ده برضو شغل ماركات يا بنات، 35 جنيه. 35 جنيه شغل ماركات. وده برضو 35 جنيه، أي واحد ب 35 جنيه يا بنات. ده كده شغل ماركات. عايزة أقولها حمام. وده ب 25 بدل 35، ده بيقول لك عامل عليه عرض على قبل المحل ما يفتح يعني. ده هتفتح المحل إمتى؟ لسه قدامه شوية. عندهم محل حلو قوي إن شاء الله يفتحوه.
بصوا حبايبي، عنده قفل الكياس ده مستورد بتاع ايكيا ب 12.5، ده كده بيقفل لك الكيس، يعني لو عايزه مثلا تخزني في الفريزر ولا حاجه تقفلي بيه كده الكيس. حلو قوي، يا ريت تعملي لي لايك وتشتركي في قناه تمر حنه لو الفيديو عجبك. كملوا معايا الفيديو، هجيب لكم اسعار حلوه النهارده وحاجات حلوه. عصرت البرتقان دي عامله 15؟ 15 يا بنات. عصرت البرتقان دي حلوه قوي، وعصرت ليمون برضه هتنفعك في اي حاجه. ده بتاع الموبايل ب 5 جنيه، ده بصوا حامل الموبايل يا بنات ب 5 جنيه، بتحطي كده وبتحطي بتعلقي دي على الفيشه وبتحطي الموبايل هنا وبتدخلي الفيشه من جوه من هنا، يعني بدل لو ما عندكيش اي حامل تحطي عليه الموبايل وانت بتشحنيه، ده عامل 5 جنيه. بصوا حبايبي هوريكم بقى الديكورات بتاعه المطبخ، حلوه قوي. الواحد عامل 10 جنيه ولو عايزه الثلاثه عامل عليهم عرض ب 25 جنيه، حلوين قوي. بصوا في منها الاصفر ده، في منها الازرق الحلو ده، دي بقى بتتعلق على السيراميك كده في المطبخ وتبقى شكلها جميل، ممكن انت برضو تفنشي فيها تعملي فيها اي ديكورات حلوه، تعملي فيها فيونكات بيضه تبقى زي اللي هي اللي هي بتاعت ايكيا الغاليه ام 75، دول كده لو خدتي ثلاثة مع بعض يا بنات هتبقى عامله 25، خدتي بالواحد هيبقى عامل 10 جنيه، هوريكم برضو عنده ديكورات حلوه قوي هوريها لكم، لو سمحتي ناوليني دي كده. بصوا يا حبايبي عنده مغناطيس الثلاجه الحجم الكبير، ده اكبر حجم في مغناطيس الثلاجه اللي لسه نازل، ده عامل 10 جنيه، في طبعا منه اشكال، اشكال كتير متواجده عنده. وهنا كده بنات المغناطيس ده عامل 5 جنيه، في بقى فؤاد المهندس ده اللي هو برده ب 10 جنيه زي ما قلت لكم، فطوطه دي عامله 5 جنيه بتتلزق برده بدبل فيس، ودي ب 10 جنيه الفنانيسه اهي، عنده اشكال كتيره قوي اهي، اي واحد من ده كده ب5 والكبير ب10 يا بنات زي ما قلت لكم. ده الصغير فطوطه جميل قوي، الصغير ده عامل 5 جنيه. في طبعا اشكال كتير، انت هتيجي ان شاء الله هتنقي وهتتفرجي حاجات كتير قوي هتعجبك عنده. بصوا في كمان بوجي وطمطم الصغير، ده اي واحد عامل 5 جنيه بنات من اللي انا بوريه لكم ده. هوريكم برضو دول حلوين قوي، الثلاثه ب 10 جنيه في العرض، لو خدتي واحده ب5 ولو خدتي ثلاثه مع بعض هتاخديهم ب 10 جنيه. في منهم الاشكال دي حلوه قوي بصراحه، انا واخده منها حاطه في المطبخ، عامله لكم جولات عندي حلوه قوي في المطبخ يا بنات اتفرجوا عليها، واخده حاجات كتير من محمد النمكي هتعجبكم قوي. اهو اي ثلاثه ب 10 جنيه، طبعا في الوان كتير بس المكان زحمه. اهو بصوا في الوان ليمون، في الوان حلوه قوي واشكال كمان حلوه، حلوه قوي شكل التوم ده جميل قوي جديد. ده اي 3 ب 10 جنيه يا بنات. دي عامله كام يا عم محمد؟ 12، دي ب 17.5، دي بتحطيها في الحنفيه يا بنات اهي زي ما انت شايفاها كده، ثلاث مستويات، بتنزل لك هنا رشاش ميه جديد وهنا مستوى وهنا مستوى، عامله 17.5، دي مستورده يا بنات حلوه قوي. الكوستر ده الاثنين عاملين 15، الاثنين عاملين 15، ده يا عم محمد؟ الكيس ب 15 جنيه بنات، في 2 بدل 17.5، في الشكل البرتقانه ده وفي اللي هو شكل الكيوي ده حلو قوي، الاثنين مع بعض ب 15 جنيه، وبرده في الشكل ده اهي، وفي من الكوستر الصغير ده. لا ده ايه ده يا عم محمد؟ عم محمد دي ايه؟ 10 جنيه دي بتشيلها برجر حلويات بكام؟ مطبقه مسؤول على مسا ده، دي بتشيل لك برجر او حلويات ب 25، ب 25 يا بنات بتشيلي بيها برجر او حلويات، هي الايد بتاعتها كده زي ما انتم شايفين المونيا، ودي كده سيليكون، في طبعا منها اشكال كتير قوي ب 25 جنيه، بيقول لك يعني تحدي. هنا برضو معانا الثلاثه دول ب 10 جنيه ولو خدتي الواحده عامله 5 جنيه، ده كده في منها الصغير وفي منها الكبير اهي، وفي منها طبعا الوان كتير، الفلامنكو دي الكبيره عامله 7.5 يا بنات، ولو خدتي واحده كبيره وواحده صغيره اهم بتاخديهم ب 10 جنيه، يعني لو خدتي واحده كبيره مع واحده صغيره بتاخديهم ب 10، عايزه بالواحده الكبيره بس كده ب 7.5 اهي، شكلهم حلو برده والوانهم حلوه قوي. بصوا حبايبي دي كده بتشدي بيها كده الصينيه من جوه الفرن عشان ايدك ما تتلسعش اهي، دي عامله 12.5، ما دي بدل اتجوزتي بدل ما تعرضي وشك للنار، دي بتمدي كده جوه الفرن بتجيبها لك من جوه، اختراعات بقى افتكاسات حلوه. اه حلوه قوي يا بنات ب 12.5، في منها بصوا في منها اللون البينك واللون اللي هو الاقوى ده، اشكالها حلوه قوي، هوريكم برضو واشوف لكم سعر الجوانتي ده. بصوا يا حبايبي ده الجوانتي ده كده ب 50 جنيه
اهو متبطن من جوه، ودي سيليكون يعني لو دخل الفرن ما يشغلك اي حاجه، ما يجرالوش اي حاجه، لو حطيتيه كده جوه الفرن مش هيجراله اي حاجه. ده عامل 50 جنيه ولا ما وصلش حراره اساسا. اه طبطين اهو من جوه اهو زي ما انتم شايفين كده، وده الكبير مش الصغير، ده الكبير مش الصغير، ده ب 50 يا بنات كده اهو. في منه الصغير عندك؟ الصغير ب 45، صغير منه شويه ب 45 اهو، شكله حلو قوي. بس دخل صور يعني، ده تحطيه في الفرن عادي مش بيجراله اي حاجه خالص زي ما هو قال لكم كده. بصوا حبايبي دي الواحده ب 25 جنيه، خدت اتنين مع بعض ب 35، هي فيها اربعه كده زي المعيار. نازله في العرض ب 20 بدل 25، ولو خدت اتنين مع بعض هتاخديهم ب 35. الماتيريال بتاعها كده شكله حلو قوي اهي، معيار بقى تعايري بيها اي حاجه هتبقى حلوه قوي. ودي عامله كام الواحده؟ دي نسب 15، خدت 2 ب 25، خدت 4 على كبير. دي ب 15، خدت 2 ب 25، خدت 4 ب 40، يعني لو خدتي 4 تبقى الواحدة واقفة عليكي ب 10 جنيه. أهي الأربع أشكال، في أشكال حلوة أوي تشيلي بيها الحلويات، تشيلي بيها الجبن، هتنفعك في أي حاجة، حلوة أوي. يعني لو خدتي 4 أوفر لك، تبقى الواحدة واقفة عليكي ب 10 جنيه. ولو خدتي 2 هتبقى الواحدة واقفة عليكي ب 12.5. أهي دي أشكالها كلها. هنا برضو معانا الحاجات اللي هي الديكور دي يا بنات، زي البراد دي الواحدة عاملة 5، ولو خدتي 4 ب 15 جنيه. يعني لو خدتي 4 مع بعض مشكلين، بس تاخديهم مشكلين ب 15 جنيه، ولو خدتي بالواحدة هتاخديها ب 5 جنيه. في طبعا منها المعلقة والسكينة والشوكة والحاجات دي، اي واحدة ب 5، ولو خدتي 4 مع بعض كده، دي كده بتحطيها بتلزقيها، انا لازقاها عندي في المطبخ بدبل فيس، تديكي الشكل حلو قوي. تلزقيها بقى على السيراميك تبقى شكلها حلو جنب الكافي كورنر كده، بتبقى حلوه قوي. اي واحده عامله 5 يا بنات. هنا دي الاثنين ب 35، اتنين مع بعض ب 35، دي اللي هي بتمسكي بيها الستاره، حلوه قوي. عايزه بالواحده ب 17.5، عايزه الاثنين مفيش وحايد، الاثنين مع بعض يا بنات ب 35. ودي بقى عامله 45 جنيه، ده نوع تاني، دي مغناطيس عامله 45 الاثنين، اتنين مع بعض دول 45. والكيس ده كده فيه اتنين ب 35 جنيه اهو، ما بيبيعش بالواحده. بصوا حبايبي السفنجه دي اللي في منها واحده للميك اب وواحده منها للماسك، الواحده بتكبر بتبقى كبيره ولها استعمال، يعني ما بتلطها الميه بتكبر. هي الواحده ده الصباع تمام، بيتحط في الميه بيكبر وبقد كده، سفنجه للميك اب والماسك، بيستخدمها كذا مره مش مره واحده. بكام دي بقى؟ ب 15؟ 15 جنيه، فيها 12 واحده. ب 15 جنيه بنات، فيها 12 واحده. يعني هي بتتحسب بالواحده اللي هي دي كده اهي، شايفينها؟ انا بتكلكوا عليها عشان تشوفوها، هي كلها على بعضها ب 15 جنيه، الواحده بتكبر وبتبقى زي السفنجه الكبيره، استعمليها للماسك او للميك اب كده، الكيس على بعضه ب 15 جنيه. الفوطه دي عامله كام؟ الفوطه دي عامله كام؟ بصوا حبايبي الفوطه دي كبيره قوي وخامتها حلوه قوي، هوريها لكم اهي. الفوطه دي عامله كام عندك؟ بصوا حبايبي الكيس ده كده الواحده عامله 17.5 اهي، الواحدة عاملة 17.5. لو خدت الكيس على بعضه، لو الكيس على بعضه بكام؟ لو الكيس على بعضه يا بنات خدتوه في 6 ب 75، لو خدت بالواحدة ب 17.5، خامتها حلوة قوي. ودي برضو خدت الكيس على بعضه، دي حلوة قوي على فكرة، بصوا حجمها قد إيه؟ برضو 140 ب 17.5، خدت الكيس على بعضه 180 جنيه، أو خدت الست أشكال ب 90 جنيه. خدت الست أشكال ب 90، ولو خدت الكيس على بعضه ب 180، والواحدة بكام؟ الواحدة ب 17.5. الواحدة برضو ب 17.5 يا بنات، فيها ألوان حلوة هوريها لكم، ده اللون البينك منها، وده اللون الموف، حلوة قوي شكلها حلو وكبيرة كده وألوانها تحفة. بصوا وده الأورنج وده اللبني، أي واحدة عاملة 17.5 وحجمها زي ما انتوا شفتوا كبيرة، وده اللون اللي هو الأقوى كده شوية، وفي منها كمان اللون الأصفر حجمها كبير أهو عشان تشوفوه، الواحدة عاملة 17.5. بصوا يا حبايبي الفوط دي حلوة قوي، أنا جايبة منها دي ب 10 جنيه، دي اللي هي الخفيفة شوية، بتبقى على الوشين كده وليها هوك أهو، في طبعًا منها ألوان كتير، يعني أي حاجة أنا بوريها لكم فيها ألوان كتير، دي عاملة 10 جنيه أهي، حلوة قوي في التنشيف كده، تحطيها جنب البوتاجاز هتنفعك. دي بقى عاملة 12.5، دي الأكبر شوية والأتقل شوية، حاجات بسيطة يعني، دي عاملة 12.5 برضو على الوشين،
في منها برضو اللي هي دي ب25 جنيه. بصوا حجمها قد ايه، يعني الواحدة قد 2 من اللي انتوا شفتوهم على الوشين، برضو ب25، نازلة النهاردة في العرض ب20 جنيه اهي، ب20 جنيه تقيلة وكبيرة اهي زي ما انتوا شايفينها كده على الوشين. في منها الوان، والفوطة اللي هي شكل الفستان الحلوة دي عاملة 20 جنيه، شكلها جميل قوي الفستان كده، وليه حزام والياقة شكله تحفة، عاملة 20 جنيه يا بنات. وفي كمان منها اللون ده اهي شكلها حلو قوي، وفي منها كمان اللون ده بتعلقيها كده جنبك يعني في المطبخ كده، بتدي شكل ديكور حلو قوي، وكمان خامتها حلوة عاملة 20 جنيه. والفوط دي يا بنات عاملة 5 جنيه. في منها طبعا اشكال تحفة هوريها لكم دلوقتي، هوريكم كل اشكالها. يا ريت ما تنسينيش باللايك وتشتركي في قناتي وتقولي لي رأيك برضو في التعليقات. بصوا اي واحدة من دي يا بنات عاملة 5 جنيه. في منها بقى الشكل ده اشكالها كلها حلوه. بصوا هوريكم اشكالها كلها دلوقتي، الشكل ده كده حلو قوي. في منها كمان الشكل ده، اي واحده عامله 5 جنيه اي. بصوا اللون ده جميل، لون الخضروات ده كده حلو قوي. دي برضو عامله 10 جنيه بنات. دي عامله 10 محمد، دي عامله 10، دي 15، دي 15 يا بنات. في منها الوان، ما انا ما اعرفش، ما انا بساله برضو على الاسعار. دي في منها الوان، دي عامله يا بنات 15 جنيه، عامله 15 جنيه حلوه قوي برضو، خامتها تقيله. اه مفيش واحده مفتوحه عندك نوريها له؟ دي كبيره يا بنات مش صغيره، عامله 15 جنيه. في منها البنك والاقوى واللبني. بصي يا نسا ادي طبقه، بصي طبقتين طويله يعني. أوه. ماشي، دي ب 15 جنيه يا بنات. ودي عامله كام؟ 5؟ دي الجرافته دي ب 5 جنيه يا بنات. اهي. هتديني عبد الله من معاك؟ حلوه برضه. كمتها حلوه. هشوف لكم الوانها. بصوا حبايبي ده البونيه كده بتاع الحمام بتاع الشعر عامل 5 جنيه، في منه اشكال كتير قوي والوان كتير اهو. ده شكله الواحد عامل 5 جنيه. بصوا في منه كمان الشكل ده حلو قوي. في منه الشكل ده اهو. اشكاله كلها حلوه بصوا، والوانه كمان في منه البينك والرصاصي والاورنج، في منه الشكل ده كمان. هاتي ده بس اوريه له المره دي. في منه كمان الشكل ده، اي واحد يا بنات عامل 5 جنيه. اشكاله كلها حلوه والوانه كمان حلوه. في اللبني ده كده بنيه تلبسيه بقى وانت داخله الحمام، اي واحد عامل 5 جنيه يا بنات. دي كمان اللي هي بتشرب الزيت اهي، الرول اللي هو بتمسحي بيه بقى البوتاجاز او بتمسحي بيه الرخامه اي حاجه اهو، زي ما انتم شايفين كده للحمام برضو، الواحد عامل 20 جنيه. في منه طبعا الوان، في منه اللون اللي هو اللبني ده، وفي الاصفر، وفي اللي هو الاخضر ده، اي واحده عامله 20 جنيه بنات. وغطيان السيليكون دي، غطيان السيليكون عامله كام؟ في عنده نوعين يا بنات، الواحده فيها 6، ده بكام؟ ده 35، ده 35. عندي حاجه زي كده بتعمل 17 ونص. بصي ده كده من اول لمسه، بصي اهو ضعيف يعني. بتلاقي بدا يضعف وبدا ابو 17 ونص ضعيف شويه يا بنات، لكن ده مط براحته. وابو 35 بيمط براحته، ده اللي هو النوع الكويس المستورد. وده ب 17 ونص اللي هو الضعيف شويه، اي كيس فيه 6. بصوا حبايبي هنا دي منشفه المواعين، بس هو قال لي دي الضعيفه شويه ب 10 جنيه. في منها طبعا اشكال، في منها كمان الشكل ده، وفي منها الشكل ده، اي واحده عامله 10 جنيه. دي الصغيره وقال لي دي ضعيفه شويه. بصوا حبايبي القطعه دي عنده حلوه قوي، لسه نازله جديد اهي، بتقطع التفاح. دي معاها قشاره انتوا شايفين كده، دي بتضغطي كده بصي تحفه يعني، خامه انسي خامه بتاعتها، الماتيريال بتاعها شكلها باين عليه، بلاستيك قوي جدا، خامه عاليه جدا ب 55 و65 جنيه، نازله عرض 45 لحد افتتاح المحل. معاها ايه بقى؟ معاها قشاره، معاها قشاره بتاعتها، قشاره تفاح او قشاره البطاطس، تقشري بطاطس او تفاح اهي. حلوه قوي دي ب 45 النهارده، ب 45 يا بنات. العرض ده على طول لحد هي مستورده لغايه افتتاح المحل، عامل عليها عرض يا بنات ب 45 بدل 55 اهي. شكلها حلو قوي على فكره، الماتيريال بتاعها حلو، ومعاها سكينه كمان، ومعاها مقشره كده. الكوستر ده بكام؟ ده ب 10 جنيه حامل سوق. بصوا يا حبايبي اخر حاجه بقى اوريها لكم، عنده شويه كوسترات للحامل بتاع السخن حلوه قوي، والوانها كمان حلوه، الواحد عامل 10 جنيه. اوريكم الوانها دلوقتي،
في الاصفر ده وفي الاقوى، الوانها تحفه بصراحه. وانا واخده منها كمان حطيت عليها الحاجه وهي لسه طالعه من الفرن، ما جرالوش اي حاجه، هو زي خوص كده مش بلاستيك، خوص بس هم ملونينه. الواحد عامل 10 جنيه بنات. في كمان اللون البنكي ده حلو قوي، عنده بجد اشكال حلوه والوان حلوه النهارده اهي. ودي كمان دي ب 10 يا عم محمد، دي اللي هي بصوا يا بنات بتتلزق كده وبتلزق عليها المجات ب 10 دي. مصري؟ دي مصري يا بنات بس هي ب 10 جنيه، انا عارفه سعرها اهي، بس هو عنده مستورد وهو بيقول دي ضعيفه شويه. دي ب 10 جنيه بتلزقيها كده على السيراميك وبتعلقي فيها بقى ايه المجات واي حاجه انت عايزاه. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبك، يا رب اكون فدتك باي حاجه ولو صغيره. يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه. باي باي مع تمر حنت.